مشاهدي قناة مصريين ام ام شانيل، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هذه رسالة للمسؤولين على قنوات بي ان سبورت. السيد الخليفي، عار عليكم ان تحافظوا على صحفي يقل ادبه على شعب باكمله، وعار عليكم ان تسمحوا لصحفي بان يقول في تعليقه بان الكرة ضربها الهواء. حفظ الدراجي قليل الادب وليس مهنيا بالمرة، وأظن بأنه وجب التدخل لأجل وقف هذه المهزلة. ضربة جزاء نفذها اللاعب بطريقة رائعة، ضربة الجزاء المنفذة بطريقة رائعة تسجل. الكرة لا يضربها الهواء، يمكن أن يحول مسارها ولكن لا يضربها الهواء، تضرب في الأرض وتخرج أو تضرب في الهواء وتخرج. ماذا يستهلك هذا الرجل؟ أنا أطلب من سيد الخليفي أخذ الإجراءات اللازمة، وهذا أمر مستعجل، وإلا فإن كل الشعب المغربي سيكون ضدكم وستقطع القنوات.